أما المشاركات مشاهدي الكرام، مشاهداتنا الكريمات الذين يشاركنا في هذه الحلقة، فهن فاطمة الزهراء جريزي مدينة مكناس، أهلا وسهلا. كذلك مريم فايد مدينة طنجة، مرحبا بك. وياسمين محمدي مدينة الدار البيضاء، مرحبا بك معنا في هذا البرنامج قارئات من المغرب. وعلى بركة الله ننطلق مع أول متسابقة، نبدأ بمدينة طنجة. تفضلي مريم فايد، تفضلي الكرسي ديال القراءة وشوفي الجلسة ديالك المناسبة اللي غادا ترتاحي فيها إن شاء الله، وقرأي ما تيسر لك من كتاب الله عز وجل. الآيات التي تقرأينها هي من اختيار ديالك إن شاء الله. سأقرأ ما تيسر من سورة فاطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكرا بنتي مريم. قبل ما إلى سمحتي نسول مريم، كم تحفظين من القرآن الكريم؟ حاملة لكتاب الله تعالى. حاملة لكتاب الله عز وجل. وجبتي سلكة واحدة، ختمة واحدة ولا ختمات؟ شحال من ختمة؟ لدي 7 ختمات. 7 الختمات. شحال السن ديالك؟ 12 سنة. 12 سنة و7 الختمات. بارك الله فيك يا بنتي. والله تفضلوا أساتذة منسق ديال الجناء هو لان الأستاذ الكبير الحديدي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا قبل أن أعقب على لا أقول القارئة ولا التلميذة، وإنما أقول الحافظة للقرآن الكريم. حافظة للقرآن الكريم، تشريفا للقرآن الكريم واعتزازا بالقرآن الكريم وبأبنائنا الذين يعتزون ويحفظون القرآن الكريم. حقيقة كلما ننظر إلى طفل أو إلى بنت تحمل القرآن الكريم في سن كسن مريم، إلا ونتخيل من ورائها أما أو أبا يعني بدلوا المجهود ديالهم وسهروا. وهذا شأن الوالدين كاملين. راه المشاركات معنا كلهم جابوهم والديهم فرحانين بهم فيما مشاو كيمشوا معهم، كاين عمل الله يجزيهم بخير الوالدين. حقيقة هذه هي الرسالة التي يجب أن يفهمها كل أب وكل أم، أن نرى وليداتنا بإمكانهم يحفظوا القرآن الكريم وبإمكانهم يكونوا الحمد لله من أهل القرآن. نعم. ينظروا إلى مشاريعهم الدنيوية والأخروية كمثل. نعم. هذه البنت الفاضلة جزاها الله خيرا، وتلاوتها جميلة جدا.